صغار عنده يمكن شي 15 16، الاخر وقيله شي 12، والدري الصغير انت كتشوفي فيه راه ما عندوش وقيله تعاون شي حاجه، باقي ما تيمشيش، فين غيديروا الدري؟ غيلحوهم هذا العون القضائي دابا اللي جا وصدر عليهم هذا الحق، كنفكر هادو هما الاولين بعدا فين يديو هادو عادي يصدر هذا الحق، هذا راه ما نعرف كي تيفكروا هاد الناس. اختي انا كنقول كلمه الحق، راه هاد السيد دارو حنا من 2000 جيت لعندهم هذاك الدار ديال داودي عياد ماشي محمد ولدو اييه ما قلناش لا، ولكن هاد الدار هادي ديال داك السيد، وداك السيد اللي بغيناه فين غيمشي؟ ها هو باغي يرمي مرطباه، ولكن هذاك السيد فين غيمشي؟ في زهيمر مريض، راه حنا كنعانيو معاها كنهزو معاها وكنسيقو معاها وكن اي حاجه كنديروها معاها كتعيط علينا ما كتقدش كنجيو كنديرو معاها، ودابا هاد السيد جا كيقول داري انا، واش كاين شي دار من غير الحق سبحانه وتعالى؟ الله ينصر الحق، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، وما يشوف الناس اللي ما عندهمش والناس الضعفاء والناس اللي ما عندهمش القوه. اختي ملي سكنت هنايا انا كنعرف هذا الرجل دارو بوحدو، كنعرف هذا الرجل دارو، هو كيجي ضيف فاش كيجي عنده وداك الشيء كنمشيو ندو الدراري للمدرسه، كتقدا كنقول شكون اللي عندك؟ كتقول لك راه عندي البيبي اليوم. هذا الشيء اللي كنعرفها نهار سكنت هنايا هي سميتو يا رجلها ها؟ ملي كان صغير، ملي كان صغير يقول راجلها كان صحيح وكل شيء، وخلاه تامرض واقيلا واش كتب ليه داك الشيء ولا ما نعرف اش دار ليه ولا الله اللي عالم به، كانت داي شي ايامات واقيلا كتب له ديك الدار وكتب له كل شيء تفلى عليه ولا ما نعرف، ودابا راه مريض هو، واش راجل عنده 70 عام غيكتب الدار؟ ما يكتبش الدار، واش ولد واش هو والده غاب وحده؟ ما والدوش غاب وحده، ما والدوش هو غاب وحده راه عنده الدراري، هذوك اللي كتبوا ليه، علاه ما عرفوش عنده الدراري؟ هذوك اللي كتبوا ليه، ما خصوش يكتب، غادي يقول ليه فين هو واش عندك هذا الولد؟ عندي خوت اخرين، وهو هذا عنده خوت اخرين. علاش يكتب الدار غير هذاك؟ عياد قلت لك هو مول الدار، هو اللي مول الدار، هو اللي نصب عليه ولده تكتب عليه، شنو السبب تنصب عليه الله اعلم. قال له حقا باغي نشري شي دار في تطوان ما هذه سلفني كتبها لي الدار باش نسلف عليها، مشى سلفوا الفلوس